سخنت بشكل كبير جدا، مش عايزاها تسخن قوي كده. محتاجة طبعا طاسة سخنة بس مش للدرجة دي، ومحتاجة عايزاها بس تهدى شوية، ومحتاجة طاسة واسعة. يعني خلينا دايما واحنا هنشتغل في الحاجات اللي هي كبدة، كلاوي، قلوب، التفاصيل دي مش هينفع تبك ميتها خالص، فمحتاجة ان انا اشتغل في طاسة واسعة وعين عالية علشان ما تبكش ميتها وتحتفظ بالعصارة اللي فيها. الطاسة بتاعتنا حطينا فيها زيت، والزيت بيبقى شوية زيادة، حابين زيت اقل مفيش مشكلة عادي. انا بحب اضافة معلقة السمنة، مفيش قانون بيقول ان هي ما يتحطش فيها سمنة. اضافتي انا الشخصية عن تجربتي انا الشخصية، ومش كبدة اسكندراني خالص، عشان انا عارفة انه الكبدة الاسكندراني في ناس كتير جدا بتقول ان هما ما بيحطوش عليها سمنة. من عن تجربة انا بحب معلقة السمنة جدا في الطاسة دي او في طاسة الكبدة عموما المتشوحة. تمام، حطينا الزيت برد والطاسه بردت بس شويه عشان كانت حاميه قوي بزياده. هجيب انا عندي هنا المقادير، المقادير نزلت. تمام، هجيب كل التفاصيل بتاعتي جنب الطاسه. هجيب جزء من الفلفل هحطه على النار كده كده، هي التش دي اللي انا عايزاها، مش كل الفلفل. هحط كمان جزء من الثوم، مش كل الثوم، الثوم برضو كميته اختيارية، عاملة كيلو عاملة 2 كيلو على حسب. اول عفوا الحاجات بتطلع علي، هنحط اول ما الحاجات ريحتها تطلع زي ما انتوا شفتوا كده هبتدي بالسمين الاول، او بقى باللية او بالمخاصي، تنزل كده شوية دهون مع الفلفل، نزود زيت. تمام كده زي الفل، ننزل بالكبدة والكلاوي اللي متقطعين عصافيري، التقطيعة زي ما تحبي، كبدة وكلاوي وقلوب، انا بحب اقطعهم كلهم قد بعض وانزلهم كلهم مع بعض. لو مش متقطعة كلها قد بعض والكلاوي اكبر حجمها اكبر او القلوب حجمها اكبر بتاخد وقت اطول في التسوية، فبالتالي المفروض ان هم ينزلوا الاول، فابقى فاصلة الكبدة في ناحية، الكلاوي في ناحية، القلوب في ناحية، وابتدي من بعد اللية او المخاصي بقوم منزلة القلوب والكلاوي عشان بياخدوا وقت اطول، واخر حاجة بنزل الكبد زي ما احنا شايفين كده. الطاسة سخنة على عينين عالية وبقلب عشان اديها مساحتها وتاخد الحراره من كل ناحيه، ابتدت تغير لونها سريعا. سؤال بيجيني كتير، بتغسلي الكبده؟ ايه اخبار غسيل الكبده؟ انا مش بغسل الكبده خالص، ما اقدرش احط عليها ميه لانه الريحه بتختلف تماما، ولو بتشموا ريحه زفاره للكبده هتبقى من وجود طبق، معلقه، او طاسه، او اي حاجه فيها ميه حوالين الكبده. ايش حال بقى ان احنا كمان نغسل الكبده؟ نغسل الكبده؟ لا لا لا، ده مش قله نظافه خالص. هي دلوقتي النار هي اللي بتظبط كل حاجه. بجيب الكزبره والكمون، لو في جوزه الطيب ينفع حد يجيب لي، ولو مفيش جوزه الطيب ممكن البهارات، السبع بهارات، يعني يا جوزة الطيب سبع بهارات لو متوفر، يعني مفيش مشكلة. طيب واحنا شغالين كده، بصوا مفيش مية الحمد لله نزلت. ليه بنشم ريحة للكبدة؟
يعني في حد قال لي انا ما بغسلهاش وما باجيش جنبها وبرضه بشملها ريحه مش حلوه. بتبقى علشان حطيتيها في طاسه صغيره، طاسه صغيره فبكت ميتها، فالميه تبتدي تعمل ريحه. انا مش عايزه اديها فرصه ابدا ابدا انها تعمل ريحه خالص. فالطاسه السخنه الواسعه والتقليب المستمر هو اللي مش هيطلع اي ريحه وهيدينا احلى طعم. تشويح مستمر، طاسه واسعه، عين عاليه. واحنا شغالين كده بعد ما كل الكبده غيرت اللون زي ما احنا شايفين اهي، مع التقليب المستمر هحط كمون، هحط حبة كزبرة، وهقلب تاني. ادي السبع بهارات جم، رش من السبع بهارات اللي هي بهارات اللحمة يعني. ادي التشويح. طيب في حاجات كده في الطبخ يقول لك ايه السوى الزياده يخليها تشد تجلد، زي ايه؟ زي الكبده، زي الجمبري، زي القلوب والحاجات دي. كل ما تستويها زياده، مش كل ما تستوي زياده خالص، مش كل ما قعدت بزياده على النار كل ما استوت وبقت احلى وبتدوب خالص، بالعكس كل ما شاق جات لها تك تك كده خضينا الحاجات دي، انسجتها بقت تمام خلاص. مفيش، انا عايزاها طريه. تبقى طريه امتى وبتدوب في البق امتى؟ لما تدخل على نار عاليه وما تاخدش وقت خالص في السوى. هقلب تقليب مستمر، هعمل كده وممكن اطلع فاصل وارجع لكم تاني. خلاص انا هنسيب الحفره دي لحد ما ترجعوا لي من الفاصل. اشوفكم بعد الفاصل. دي عملناها قبل ما نطلع فاصل، اوكي؟ عملناها ليه؟ هنحط فيها حبة زيت، حبة سمنة، ودي اختياري، محدش يقول لي الكبدة ما بتحطش عليها سمنة، أنا الوحيدة في مصر اللي بتحط سمنة على الكبدة، وبتعجبني وحلوة. هحط شوية صغيرين من الفلفل الحامي والفلفل الرومي وبقية الثوم اللي كان معانا من أول الوصفة، على حبة كزبرة وحبة كمون. يلا ادي الطشة اللي عملناها في النص، ثوم كمون فلفل، ثوم وكمون وفلفل حامي وكزبرة وكمون، ونطش بالخل. واو على الريحة. ندخل بقى كل الكبدة اللي في الجنب ده، تاخد الروايح من اللي في النص ونعمل كده كده، نملح عشان ما ملحناش الكبدة، ما بتملحش خالص في الأول. نحط الملح كده في الآخر ونقفل عليها بسرعة، واحنا كده زي الفل وتمام وجمال، وطاسة الكبدة تخلص وخلاص. يلا بينا نوديها هناك ونحط لها حبة فلفل. ادي الطاسة، عندي هنا فلفل احمر احب احطه برضو جدا، حامي يدينا لون وطعم. ادي الكبدة والحلويات، معانا عيش بلدي وجرجير للي يحب يتفضل. عندنا كمان حبة الفلفل الأخضر، ممكن ناخدهم كده يبقى خضرهم لسه موجود. نعمل كده